بنقول صباح الخير لكل أصدقائنا المشاهدين اللي انضموا لنا بهالأثناء، وإن شاء الله اللي كانوا عم يتابعونا من الصبح تكون فقراتنا عم تنال إعجابهم. بنروح هلأ لجريدة اليوم. بصيرنا اليوم نستضيف على طاولة أجندة اليوم رئيس مجلس روابط مخاتير لبنان بشارة غلام. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. في لك كمان اسم تاني يلي هو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمختارين. حلوة، أهلا وسهلا فيك. اليوم رجعت مشاكلكم عن أول وجديد، حسب ما أنتم بتقولوا أنه هيدي مشاكل قديمة جديدة إذا فينا نقول، ومستمرة وعم بتعالجوا الموضوع. وين صرتوا؟ في حل أو لا؟ للحقيقة بعد الحال ما ورد ولا بشكل من الأشكال، ولا صار في أي اتصال لا مع الداخلية ولا مع أي مسؤول. يعني جرب يقول أنه هالمخاطير المنتخبة من الشعب في إلى حقوق يعني لازم توصل عليها. خلينا نوضح أنه تم تجميد عمل الصندوق التعاوني لمختاري لبنان. نعم. تم تجميد العمل بحسب وزير الداخلية الحالي أنه هذا المشنوع، لأنه مش لازم يكونوا الأعمار فوق الـ 64 سنة وفقا لنظام المؤسسات العامة. طيب نحن بدنا نسأل سؤال. وقت كان دولة الرئيس سعد الدين الحريري بالسلطة وتعيننا نحن، وكان في ثلاثة فوق العمر، فوق ال 64 74 79 و 71 و 71، وطرحنا هالموضوع عليه وقال انتم خطير، يعني ما بيمشي عليكم ان انتم تابعين لهم، بريتهم خطير. وطلع بمجلس الوزراء ب 20/10/2010 بالاجماع هالهذا. يعني هون في رأي حلو للرأي استشاري لمعالي الوزير الداخلية زياد بارود، بيقول من البديهي أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق التعاوني ينبغي أن يتم اختيارهم من بين المختارين المنتخبين الممارسين، وهؤلاء لا يخضعون كما أسلفنا لشرط السن، حتى أن مجلس الوزراء قد عين 3 أعضاء من أصل 7 أعضاء يتألف منهم مجلس الإدارة، وهم يتخطون عند تعيينه من 64. طيب. وهذا امر من جهه. طيب بس هيدا لحضرتكم انتم تحت اي سقف عم تشتغلوا؟ تحت اي قانون اليوم؟ نحن الخلاف انه بده يمشونا تحت قانون المؤسسات العامه. صح. خلافا لاصول نحن هيئات منتخبه لا نتقاضى راتب. طيب من الزمان لليوم تحت اي سقف عم تشتغلوا؟ نحن بعد وقت سنه 64 طلبنا من معالي وزير الداخليه انه يمدد او يجدد او يعينه بمجلس وزراء. نعم. هيك القانون بيقول انه خصت مده 3 سنين المفروض يتعين او مجلس وزراء او يتمدد. هذا ما صار. طيب ما صار. طيب هو القانون عم تحاسبون عليه خلافا للاصول. يستمر مجلس الاداره القائم بمتابعه اعمالي حتى تعيين مجلس جديد. مش انا من عندي، هذا قانون انتم بدكم تحاسبون عليه. ليه عم تحاسبوا على 64 ما بتنفذوا القانون اللي هو يعني في تناقض برايك؟ في تناقض، لانه بعدين كل القانونيين استشرناهم انه المختار يتبع القانون البلديات والمخاطير، والقانون ما قال وقت تعينتوا انتم لازم تكونوا تحت ال 64، بس انه بالقانون بمجلس النواب يتالف مجلس الاداره من مختاري المناطق اللبنانيه، ما قال 64 او 80 او 90. يعني هيدي يعني في ضرر كبير للمخاطير. يعني شو بياثر تعليق العمل اليوم تنس؟ تعليق العمل اليوم بياثر انه اليوم أنا وقت بجمع مع رؤساء الروابط، كان عندنا من 3 4 أيام مؤتمر، وكانوا رؤساء الروابط من كل المناطق اللبنانية، صاروا عم يطالبونا إنه نتوقف على العمل ونحن على أبواب انتخابات. يعني هل إنه الدولة بتقبل بهالشيء هذا؟ إنه المختار وقت هن بفتشوا عن مصالحهم، والمختار ما عنده مصلحة يفتشها، لا بيقبض طعام وقديش و70% من المخاطير بلبنان ما بيقبضوا شيء، ما في غير المدن الكبيرة بتقبض. بتضيع وكل المطارم حدا يقبض شيء. لا قصدي هلا تعليق العمل او وقف العمل بالمجلس التعاوني تبعكم كيف بياثر على المخاتير؟ شو الضرر على المخاتير؟ المخاتير هلا في مخاتير ما عادوا ترشحوا او سقطوا بالانتخابات، واللي توفوا عن 86 مختار توفوا، لهم تعويض حسب القانون. نعم. يلي هو جاي انه بدهم تعويض نهايه خدمه. من السنه الماضيه لليوم، من السنه الماضيه لليوم في 86 مختار توفوا؟ لا، الدوره السابقه 86، وعندنا 470 مدري 80 مختار سقطوا بالانتخابات، لهم حق علينا. شو بدنا نشحذهم نحن؟ مش مالنا، هذا كل اموالنا اللي هن 6 7 مليار ليره مجمده مصرف لبنان. نعم. يعني هلا يعني الاموال مجمده لانه الصندوق موقف. إيه بس عم بيقول لهم بيطوابع، هل انه هالمخاطير مش رح يقبلوا بهالحصنهم القديمين والجديد؟ بدهم ياخذوا قرار، لانه عم بيصير في مراجعات على روابط المخاطير بالاقضيه بشكل غريب. طيب. عم يطلبوا منا انه نتوقف على العمل.
لحظة رح نحكي بهذا الموضوع، إنما خلينا نشوف عناوين الصحف الصادرة صباح هذا اليوم ومنتابع بالأخبار. دفن التأهيلي وتحييد التمديد واتفاق على الشيوخ، يعني الأخبار نهار دفنوا التأهيلي، نهار عايش نهار ما بعرف. مشروع بري يتقدم، فلسطين الجوع ثورة. نتابع معنا من صحيفة الجمهورية. سباق محموم بين القانون والتمديد، الإرهاب يهدد بريطانيا بالعناوين الداخلية اليوم. أنوار القصر الداخلية، هل يعلن الاتفاق على مجلس الشيوخ قبل قانون الانتخاب؟ هل سقطت خطة الكهرباء الطارئة؟ باشو يعترف لجمهور الحكمة. باشو صحيح. المستقبل عنونت على الشكل التالي، حركة مكوكية متقاطعة بين بعبدة وعين التينة والسراي وكليمانسو ومعراب والحريري متفائل، قانون الانتخاب على الخط الساخن 24/24 والصورة من امبارح الخيمة اللي بعدها صامدة برياض الصلح، ألف يوم على خطف العسكريين. وبعتقد أنه يمكن صحيفة المستقبل الوحيدة اللي أشارت إلى هذا الموضوع وتابعت هذا الموضوع على صفحتها الأولى. أيضا بالعناوين الإقليمية، غارات إسرائيلية على مستودع أسلحة إيرانية في دمشق وتصميم خليجي على منع التدخلات الخارجية. وننتقل إلى صحيفة البلد الصادرة صباح هذا اليوم، حيث عنونت محاولة أخيرة للحريري قبل الستين والجميع من التمديد برا. إسرائيل تستهدف موقعا عسكريا قرب مطار دمشق وطاقم سفينة روسية ينجو بأعجوبة. وإلى صحيفة الشرق، بس أول شيء ريفو لأنه في غلطة كتير كبيرة، ايه حاطينها باي تفوز بمزايدة السوق الحرة، وهي باك حتى بالخبر جوا كمان. لا بس انه الخبر يعني واضح شكلهم سامعينه، شكلهم سامعينه مش قاريينه. عون يؤكد قانون انتخابي يوفر العدالة وصحة التمثيل، الحريري نعمل 24/24 على القانون ومجلس الوزراء الأسبوع المقبل وبصورة لقاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والحريق الناتج عن القصف الإسرائيلي لمطار دمشق، محيط مطار دمشق. إن شاء الله تصير كهرباء 24/24 كده. صح، وهذا الخبر كتير مهم. البابا اليوم في مصر حاج سلام في زيارة تاريخية، زيارة تاريخية خصوصا أنه بعد الاعتداءات اللي صارت على الأقباط واللي ما أثنت البابا عن زيارة مصر. نعم. واشنطن للضغط على روسيا لوقف النار في سوريا، جوجل لا للكذب، الصين إذا اندلعت حرب كوريا فلا يمكن تخيل العواقب الوخيمة، بيئة مالية آمنة، اللبناني فرانسوا جالخ يخلف مارين لوبين. وفي صحيفة الأخبار الديار عفوا، هل اهتزت ثقة حزب الله بباسيل ولماذا اتهمه الحريري بتضييع الفرصة؟ يعني أوقات الديار بتعرف بالخفايا، مش بس هيك بتقري العنوان بتقري جوا ما بتلاقي في شيء. ايه بس نحط عنوان التيران تنزيد القراءة. يمكن كسر جليد في كليمانسو وإسرائيل تضرب دمشق والصواريخ في بيروت. يعني إذا بتقرأ العنوان إسرائيل تضرب دمشق والصواريخ في بيروت تقري جوا بالخبر ما ماشي. عجد بري التأهيلي طويت صفحته، العدو قصف موقعا عسكريا قرب مطار دمشق واجتماع عسكري روسي إيراني سوري، وأيضا 11 يوما على انتفاضة الأمعاء الخاوية، إضراب في كل فلسطين تضامنا مع الأسرى. وننتقل إلى صحيفة البناء، تفضلي. الغارة الإسرائيلية قرب مطار دمشق لرد الاعتبار لمدى 60 كيلومتر، إعلان إسرائيلي عن اعتراض الباتريوت لطائرة من دون طيار فوق الجولان، وقانون ميقات والتأهيلي يتنافسان في الوقت الضائع ولكل منهما حلف ثلاثي. هون في بعض المعلومات الصحفية اليوم تحدثت أن النائب وليد جنبلاط أعلن بالساعات الماضية أنه هو ما عنده مشكل يمشي بقانون ميقات القائم على النسبية الكاملة ب 13 دائرة. استاذ بشارة حدا بعث لنا سؤال هون بذكر بشيء قاله النائب شمعون من فترة، انه كل واحد فوق 80 بحاجة لطبيب شرعي حتى يكون توقيعه شرعي، فكيف المختار بده يقوم بعمله اذا كان عمره فوق 80؟ احنا اصلا دخلك النائب شمعون قد ايه عمره وقد كان عمره والده النمر وقت عين وزير، كان فوق 80 وتوفى بمنصبه كمان كان فوق 80. يعني هون بس ردا انه مش دائما العمر هو، بعتقد انه هذا راي شخصي، بس نحن بنخضع لراي الشعب اللي هو بينتخب هالمختار. صح. يمكن في فترات من بالزمان حسن بسمع انه كان ينتخب نائب من الشعب، يمكن ما كان شبه أمي يعني، يمكن بيقرأ وبيكتب بس، وانتخب نائب عن الشعب لأنه إرادة الشعب أراد أن توصلوا على المركز اللي هو طالبه. نحن مشروعنا هذا حتى نكون بس بهالفترة نوجه نداء، يعني بعد ما شفنا فخامة الرئيس العماد ميشيل عون وكان متجاوب جدا، كان معنا رؤساء الروابط المخاطير بلبنان كلها، نوجه نداء أنه نقدر نشوف
دوت الرئيس الشيخ سعدين الحريري حس انه بايده المفتاح، بس هو ما بيرضى انه ما بناه الرئيس الشهيد والده، هو نفذ اول مرسوم طلع بمجلس اداره وكان في ثلاثه فوق العمر، انه الحل انا بقول بيد الرئيس دورة الرئيس سعدين الحريري، لانه حرام، لانه خطير. انا عم بقول بكل تواضع، بس نحن يعني اليوم كان عندنا فرحه كبيره وقت اجى فخامه الرئيس على الحكم واستبشرنا خير، لانه بنعرف انه الرئيس يعني دغري ما بياخذ لهيك ولا هيك. نحن هلا متمنين انه يصير في حل لهالموضوع قبل ما نوصل لنقطه الصفر يلي هي انه يتوقفوا، وخصوصا هل انه هالمرشحين رح يقبلوا انهم خطير لبنان يتمنعوا عن العمل في اثناء الفتره الانتخابيه؟ قديش الضرر بدها تكون عنه؟ هذا شيء جدي، مش هذا مش رايي، انا ضد الراي، لانه اليوم نحن ببدايه العهد بدنا نوقف كلنا مع العهد مع الرئيس حتى نقدر نوقف على اجرينا ونكفي مسيرتنا اللي هي مخططه. ولكن انا ما بقدر اجي الجم كل المخاطير ووقفهم على حدهم، بدهم حقهم بده يتوقفوا على العمل. هل انه المرشح او النائب او الوزير رح يرضى انهم خطير مناطقه ما يقدروا يشتغلوا معه؟ او انه يعني بده يصوت اذا ما بين المختار ما بيقدر ما بيعمل له شيء، شو بتكون النتيجه؟ طلبتوا موعد من الرئيس حريري؟ انا الحقيقه طلبت، هلا يمكن الرئيس حريري ما بعرف اذا وصل له، لانه في ناس يمكن ما بتحب انه يصلوا لهذا. نحن عم وجه نداء انه بالله بدنا نشوفه، وانا اكيد انه الحل بيكون عن يديته حسن، هو اقرب الناس للمخاطر. طيب شفته وليد بيك؟ لأن لا. وليد بيك بيعمل تويتر الصبح بيحكي عنكم بيمشي الحال. لا انا ما شفنا وليد ضد وزير الداخليه قريب نشوفه. يعني انا بستغرب انه بيكتب تويت، يعني انه الرئيس الحريري صار هالمشروع بعهده وعاملين هلا عم بيتناقض هالمرسوم اللي طلع مع يعني شيء شيء المرسوم طلع عنه هذا المشنوق وزير الداخليه صح. انا كمان طلبت شيء 7 مرات أو 8 مرات موعد من معالي الوزير اللي بتربطنا فيه صداقه، بس لكن صداقتنا ما بتتخطى انه عمل انه ما اعطيكم موعد من أداء لكم، يمكن ما عم يصلوا، بس هو قريب كتير للمخاطير وبيحب المخاطير. طيب من أداء لكم عم تطلبوا مواعيد؟ صار لي شي 2 سنين وهو أكتر. حلو. لأنه وقتها بعمل مجلس إدارة، أنا بعدني رئيس مجلس إدارة بالقانون. نعم. بكرة يتقلب مجلس إدارة تاني أنا ببطل رئيس مجلس إدارة. بس اليوم وقتها بيجي مجلس إدارتي أنا للاجتماع وما بيجي مفوض الحكومة أصبح قراراتنا كلها باطلة، مش هيك المخاطير ما عم نقدر ندفع لهم تعويضاتنا الخدمة واللي توفر. اليوم وقفوا لكم هذا الصندوق؟ أي موقفوا لنا 2.5 سنين. لا يعني إنه موقفينه له 2.5 سنين، اليوم عم طالبوا فيه، قد عاطينه مهلة حتى تقدروا تكفوا وإلا حتتوقفوا؟ نحن آخر اجتماع حتى أستاذ عبدو وقت كنا كلهم قالوا إنه بعد شهر، أنا تمنيت عليهم إنه هلا خلينا نشوف الوضع بالبلد والقانون الانتخابات اللي بده يصدر، لأنه نحن مع انه تسيير عمل المواطن بشكل دائم. ما بدنا نوصل لوضع اشياء سلبيه بالموضوع، وخصوصا انه نحن ببدايه عهد كل الناس، مش نحن فئه معينه من الناس، كل الناس متامل خير بارجاع المؤسسات الى عملها واكيد املهم بمحله. نحن هذا المترجي من كل المواطن انه يتامل خير بهالعهد، لانه اكيد رح نوصل لشيء اللي ما طيب امتى رح توقفوا العمل في حال هلا نحن عندنا اجتماع، عاطين اجتماع ب 20 شهر الجاي 20 ايار. نعم هلا 20 ايار بدنا نشوف شو الوضع اللي بده يصير بالبلد، اكيد نحن عايشين بين الناس يعني. وعلى ضوءها بيتخذ قرار ليجتمعوا الرباط مثل ما خطير بلبنان ويدعوا كل مخاطير وكل قضاء بيدعي كل مخاطير انه يتوقف على العمل. هذا كان اخر شيء اللي صار. بس انا ما بتمنى هالشيء لانه كل السلبيات انا ما بحبها، انا بحب الحوار ونوصل لنتيجه، وخصوصا انه وزير الداخليه هلا قديش نحن مش انه عم نحكي ضده، بس هو كثير قريب للمخاطير. طيب انه العمل قائم وصار واضح انه المرسوم طلع كان في 2.5 سنين واضح قديش قريب له، قريب يمكن مني، بس انه هو بعرف انا لا بس اذا قريب للمخاتير ومن بعد 2 سنين مش عم تقدر تدو معه عاد يعني ما بعرف قد قريب بلكي مشغول بقانون الانتخاب هو كثير والشحنات بده يضبط الشحنات يمنعهم ينزلوا على الطرقات. نعم تمنينا بس برجع بعيد انه نداء للرئيس الحريري انه حرام المخاطير كلهم متعلقين وشكروا شكروه وقت طلع المرسوم، والله يرحم الرئيس الشهيد يلي هو بنى هالموضوع انه هيدا هالمؤسسه تتوقف على العمل. اكيد حرام. بنروح لكاريكاتور صفحه الجمهوريه مع انطوان غانم.
جملات التقى باسيل وموفدا جملات التقيا جعجع، بدك تعرف تكون اشتراكي. ايه على الميلتين. على الميلتين. لحقتين وليد جملات. بصحيفة الشرق جملات، إذا أزعجتن فإنني مستعد أن أعتزل. رئيس عم بيقول له أحسن شغلة بتعملها بترتاح وبتريح. هذا حديث كل الناس أكيد. عملوا فوكس بوبيت بالشارع وشوفوا واسألوا الناس عن جد. آخر كاريكاتور ما في غيره قبل ما نكسر الدنيا. نحن بدنا نتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله يعني من عبر هذا المنبر بيكونوا سمعوا أكيد اليوم صباحا. أكيد نتمنى أنه عبر صوت الأو تي في أنه يوصل نداءنا، لأنه نحن بدنا الخير للبلد، وكما خطير نحن نمثل الناس، ما بدنا السلبيات ولا نوصل ولا نقدم لا إنذار ولا هيدا، أنه كل شيء يمشي ضمن تحت سقف القانون وتنفيذ القوانين اللي هي مرعية الإجراء. على كل حال لا رح يطلبوا الحلقة ويرجعوا يشوفوها إذا ما كانوا شايفين مباشر، ما تعتلهم خلاص وصلوا بيبيسنا وصلوا. بيبيس؟ بفتكر إليه كلمة البيبيس. أهلا وسهلا فيك أستاذ بشارة غلام، رئيس مجلس روابط مخاتير لبنان. أهلا وسهلا فيك. حطها إعلانية ونتابع حواكم الأجندة اليوم، خليكم معنا، مواضيعنا بعدها كتير وحلوة.